السلام عليكم البنات، اتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة الاسكالوب بلا كريم ولي شامبينيون. هذه لا غوسيت مولفين نشوفوها في لي ريستوران، وهي وصفة بسيطة جدا ما فيها والو، وايضا بنينة وسهلة، تحضر ميم با في 15 دقيقة، وبريزونطابل ثاني تقدر ديريها لضيافك. وراني قدمتهم مع شوية أرز بالشعيرية ولا بالدويدة كيما نقولو حنايا. أنا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، ونتلاقاو في فيديو أخرى إن شاء الله. ودائما ما تنساوش تشجعوني بالبارتاج وبلي كومنتير وأيضا باللايكات، هكا نلحقو لعدد كبير من المشتركين. المقادير بسيطة جدا، ما تحتاج حاجة كبيرة. عندي اسكالوب تاع دجاج، ولا تحت اذا بغيتو اسكالوب تاع الدان تقدروا ديروها بالاسكالوب تاع الدان. عندي لا كريم فريش، لي شامبينيون، انا استخدمت لي كونسيرف، تقدروا ديروا لي شامبينيون عادي. اما بالنسبة للتوابل، عندي راس الحانوت، الملح، فلفل اسود، والثوم، كثروا شويه الثوم، وعندي ملعقه كبيره زبده. انا هنا راس الحانوت زدته من عندي، هي الوصفه الاساسيه، يديروها فقط بالملح والفلفل الاسود. انا راس الحانوت ما نقدرش نستغنى عليه. اول حاجه نديروها نبداو نقليو الاسكالوب، تبعوا معايا. في العوسات هذه المقله لازمها تكون سخونه بزاف وعلى نار قويه. راح نزيدو الزبده، نخليوها تسخن شويه، ومن بعد نزيدو الاسكالوب، يعني ما يديش وقت كبير في الطياب. ديروه 5 دقائق على كل جهه، هكا يتحمر في ساعه. المهم يتحمر الاسكالوب باش ما يجيكمش ناشف من الداخل. هنا الاسكالوب تاعي راهو طاب، راح نحيه نحطه في صحن ونغطي عليه بابي الومنيوم ونكملوا باقي الوصفه. سي بون، راني نحيت الاسكالوب تاعي وما درت له لا ملح لا توابل حتى حاجه، قليته فقط وحده. ودرك راح نشعل النار على المقله اللي قليت فيها الاسكالوب، هاي مازال فيها الزبده، واذا خصت شويه زبده زيدوها، ونزيد لي شامبينيون. ونزيد معاهم الثوم، كما بعد ما تقلاو لي شامبينيون راح نرجع للسالوب تاعي. وبرك نزيد الملح والتوابل. اخيرا نلوحو لا كريم فريش. اذا نخليو لا كريم فريش تختار مليح، يكون الطبق تاعكم واجد.